بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب طالبات تخصص التمريض في كلية الدراسات المتوسطة بجامعة الأزهر، استكنوا مع بعضكم مواضيع علم التغذية. حفظت أنا المواضيع، بعض المواضيع بس بشكل مقصود مشان أتكلم عن أحد الأسئلة اللي وردت عندكم في التعيين الواجب اللي بين إيديكم، مشان تكون بهيك إحنا يعني طلعنا ودرسنا وشرحنا الست أسئلة اللي وردت عندكم في النشاط الثالث المقالي، وبرضه هعيدها أشرح لكم إياها الأسئلة. الموضوع اللي في صفحة 130 آخر صفحتين، Nutritional Advice for Cardiovascular Disease. أنت ممرض، إيش الاستراتيجيات، إيش النصائح اللي بدك تقدمها للمريض اللي عنده مشكلة في القلب؟ Evidence based for diet and heart disease، يعني الدليل. Evidence معنى الدليل، أساس، الدليل الأساسي للبرنامج الغذائي في مرضى القلب. The evidence based that diet through its effect on serum levels influence the indicate the incidence of heart disease، يعني هناك علاقة بين نوع الوجبة الغذائية والأصناف الواردة في الوجبة الغذائية، وبين تراكم الدهون، وبين الدهون والكوليسترول. هناك علاقة بين الأكل وبين إيش؟ الكوليسترول في الدم، مش الكوليسترول في الدم، الكوليسترول اللي في الدم هذا زيادة الـ LDL. هذه عبارة عن عامل خطر من عوامل الإصابة بأمراض القلب والجلطة. Intake of saturated fat increase LDL cholesterol level thereby increasing the risk of coronary heart disease. تمام، يبقى هنا له علاقة بين الأكل وبين مستوى الكوليسترول في الدم، وفي علاقة بين مستوى الكوليسترول في الدم والإصابة بأمراض القلب. في عندكم سؤال، السؤال الرابع في الاسايمنت في التعيين اللي معك اللي من 30 دير بالك عليه، كل سؤال عليه 6 وعلى كل سؤال عليه 5 علامات. في السؤال الرابع مكتوب what are the او السؤال الثالث what are the strategies that help patients with heart disease to plan their meals. هي عندك الاجابه في صفحه 139. اخر صفحه في الكتاب strategies to help you plan meals for someone with heart disease، ايش الاستراتيجيات اللي بتعتمد عليها كممرض مشان تعمل خطة مشان تساعد المريض اللي معاه قلب، معاه مشكلة في القلب، يعمل تخطيط للوجبات الغذائية اللي لازم يتناولها. أول استراتيجية substitute unsaturated fats for saturated and trans fats، بدك تستبدل، حاول تستبدل وحاول تعوض وحاول تكثر من الدهون غير المشبعة على حساب الدهون المشبعة saturated and ترانس فاتي اسس، والله هذا نوع من انواع الدهون المشبعه. يبقى بدك تعطيه تزيد الدهون المشبعه على حساب تقلل الدهون، تزيد الدهون غير المشبعه وتقلل من الدهون المشبعه. سبستيتيوت ان ساتوريتد فات فور ساتوريتد اند ترانس فات. اثنين انكريز كونسومشن اوف اوميجا 3 فاتي اسس فروم فيش اويل اور بلانت سورسز، بدك تكسر من تناول مستحضرات طبية تغذوية اللي هو الأوميجا 3 فاتي أسيدز، عبارة عن 3 فاتي أسيدز مصنعة من وين؟ من فيش أويل، زيت السمك، أند بلانت سورسز، هو مصادر نباتية. وحتكلم على طول بعد المحاضرة عن هذه، عن أهمية الأوميجا 3 فاتي أسيدز المصنع من زيت السمك ومن بعض النباتات. اثنين، بتزيد استخدام ايش؟ الأوميجا 3 فاتي أسيدز. ثلاثة، كونسيوم دايت هاي ان فروتس، بدك تاكل اكل غني، وجبات غنيه بالفواكه والخضروات، نص المكسرات اند اول جريز، الحبوب كامله اللي قمح بادخالته قبل تكريرها، اند لو ريفايند جريز، والتقليل من الحبوب المصنعه والمنقعه. اربعه، افويد اكسسيف صوتي اور شوغر فودز، تجنب اللي هو الوجبات الغذائيه اللي فيها املاح
هو اللي فيها سكريات. At least 30 minutes of regular physical activity daily. كل يوم تعمل رياضة وتمرين وتمشي لمدة 30 دقيقة. 6 avoid smoking and maintain healthy weight. حافظ على وزنك ويتجنب ايش؟ التدخين. 7 good general nutrition and weight reduction for those obese. الناس اللي عندهم نصاحة وسمنة بده ايش؟ يخفض من وزنه. Avoidance of high salt foods and added salt. تجنب الأطعمة الغنية بالأملاح. تجنب إضافة الملح على الطعام. 9 مديرة الكحول كونسومشن. استخدام أو تناول الكحول بشكل يعني بسيط. الكحول induces cardiomyopathy لأنه الكحول تعمل ضعف في عضلة القلب. لكن إحنا في الدين الإسلامي مش لازم تأخذ كحول. هي عندك استراتيجيات بدك تكتبهم في الكويز في السؤال رقم 3. اكتبهم، اكتب انت وانت فاهم. بدي انا ايش اللي فاهمه؟ ان الدهون غير مشبعة نستخدمها اكتر من الدهون المشبعة. انه ناخذ اوميجا 3 فاتي اسيد اللي مصنع من زيت السمك ومن بعض الاطعمة النباتية. انه نستخدم اطعمة او وجبات، دخل وجبات غنية بالفواكه والخضروات والمكسرات والهول جرينز وقليلة من ريفايند جرين. بدنا نتجنب الموالح والأطعمة الغنية بالأملاح وبالسكريات خاصة سكر الطعام. كل يوم يعمل رياضة من 30 دقيقة كل يوم. تتجنب التدخين ويحافظ على وزنه. أو إذا كان وزنه زيادة بده يقلل ايش؟ من وزنه. بيجينا جود جنرال نيوتريشن اند ويت، تغذية جيدة وتخفيض للوزن. لمين؟ اللي يعاني من السمنة. افويدنس اوف هاي سولت فود، تجنب الأطعمة الغنية بالأملاح. واند اد سولت، تجنب إضافة ملح على الطعام. مديرة الكحول كونسومشن، استخدام الكحول، تناول الكحول بدرجة بسيطة لأن الكحول بتعمل كارديو مايوباثي اللي هو ضعف عضلة القلب. بتهيألي هيك احنا أخذنا الأسئلة كلها الواردة عندك في الأسايمنت الواجب الثالث اللي من 30. لكن وردت عندنا كلمة هنا إيش اللي هو فوائد الأوميجا 3 فاتي أسيد. قلنا في الاستراتيجية الثانية إنكريز كونسبشن أو أوميجا 3 فاتي أسيد. طيب إيش أهمية الأوميجا 3 فاتي أسيد؟ هذا اللي هو المستحضر اللي مصنع من زيت السمك ومن المصادر النباتية. إيش أهميته؟ تحلى صفحة 127 127 اللي هو فاكتور جونيك تو بريجنانسي ذات كونتريوت اي دي اي انكلود. هاي مكتوب عندك عنوان زيرول او اوميجا 3 فاتي اسيدز. مش في الاسئله هذا السؤال بس من بندتني في الاستراتيجيات اللي هو ولد اللي هو ياخذ زياده اوميجا 3 فاتي اسيدز المصنع من زيت السمك من بعض اصناف من بعض المصادر النباتية. ايش رول اوف اوميجا 3 فاتي اسيدز؟ اول حاجة فايتال تو هيومن ديفلوبمنت اند هيلث. مهم الاوميجا 3 فاتي اسيدز للتطور الانسان والصحة، تطور صحة الانسان. اساسي كومبوننتس اوف سيل ممبرين اند تيشو، يدخل فيه تركيب او عنصر مهم او جزء مهم من يدخل فيه تركيب في جدار الخلية والانسجة. فلات انفولف ان هيومن ريبرودكتيف برين اند فيجوال فانكشن، يساعد في القيام باللي هو القيام بوظيفته، يساعد في القيام بوظيفته فيما يتعلق بالجانب بالانجاب في المخ والنظر، يبقى تحسين الانجاب والمخ والنظر. فلات بيسنتزايز بايدر لا يمكن تخليقه في الجسم، هذا بيقول بنصنعه من زيت السمك ومن بعض الاطعمه النباتيه. ماتيريال فات اسيد ليفلز tend to fall لانه بعطي انا ليش اعطيه للانسان للحامل لاي انسان، لانه بتبدا الست الحامل اللي هو الفاتي اسيدز عندها بصير ايش يقل. maternal fatty acids level tend to fall، بشكل بدي اعطيها اعوضها. supplementation during pregnancy is important، لازم تعطي الستات فتره الحمل اللي هو الاوميجا 3 فاتي اسيدز. ليش؟ for maternal health، fetal development صحه الست، تطور الجنين and early childhood development
التطور المبكر للشاي. طيب استعرض معكم عشان انا قلت يعني نوهت لكل الاسئله المتعلقه بالكويز، بس اصل تعيين السنه ليش دائما نشكي على الواتساب؟ هي استعرض اللي هو الاسئله اللي تكون في 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 النشاط او في التعيين الثالث. بتمنى الكل حل لانه علي 30 درجه و20 عدد علامه قبلك على الكويزات، 50 علامه، هذولك سبهل تعرفش كيف تصير امورك، كيف امورك تصير في امتحان نهائي. انت حر، حل الواجبات معك من هلا بكره اخر النهار الساعه 12 في الليل، تحل الواجبات الواجب هذا. هي سو وات ار ذيز كرايتيريا يوزد فور اناليسيس اوف بيرسون نيوتريشن ستيتس. اول سؤال ايش المعلومات اللي تعتمد عليها؟ فيك تحلل الحالة التغذوية لأي إنسان. يا سلام مصعبه، وين موجود هذا يا شباب؟ يلا The criteria used for the analysis of personal nutrition status. صفحة 6 Nutrition Assessment. اطلع على صفحة 6 بتلاقي في الفقرة الأولى أول ثلاث سطور اللي هي الكرايتيريا يوز فور اناليسيس اوف بيرسونال نيوتريشن ستيتس. تمام، يبقى هذا السؤال هو موجود عندك في صفحه 6، طالع عليها هو ثلاث سطور، تلاقي ايش الاشياء اللي انت بدك تعملها عشان تقيم الحاله التغذويه لاي انسان. هي معروفه عندك اللي هو الانثروبومتريك ميجرمنتس اللي هي الوزن والطول ومحيط الراس ومحيط البطن ومحيط الذراع. طيب والميديكال اكزامينيشن الفحص السريري واللابيرت تيست تفحصات مخبريه والسوشيو كلينيك فاكتورز، وباخذ الدراج ولا باخذ الادويه، كيف وضعه الصحي العام؟ يا سلام خلص الثاني. وات ار ذا فانكشنز اوف فايبر اند فات؟ يا سلام الفات والفايبر مش عارفين ايش فوائدها، سهله ولا صعبه؟ هي الفات وين فوائدها؟ هي فوائدها عندك هاي في الصفحة فوائد الفات. طب الفايبر وين فوائد الفايبر؟ في صفحة 33 ادفانتج الصفحة متأسف صفحة 34 35 هاي فوائد. ليش تقول لازم سلوب الفايبر فايبر ولا سلوب الفايبر؟ انت هاي عندك الفوائد موجودة في صفحة 34 35 استخلصها، وبالذات تحديدا في صفحة 35 جمعها وحطها تحت عنوان وات ار ذا فانكشنز اوف فايبر. ايش المشكلة؟ صفحة قديش؟ 35 اكثر شيء 34 اخر 34 و 35. طيب الدهون ايش وظيفتها؟ وين موجود الدهون وظيفتها؟ يلا شباب هاي موجود عندك الدهون وظيفتها في الصفحات الاولى. اول حاجه الكربوهيدرات، وظيفة الكربوهيدرات، بعدين وظيفة البروتين، بعدين ايش؟ وظيفة ايش؟ الفات. ايش فيها مش صعب الامور يعني. طيب السؤال بعد هيك سؤال بعد وات ار ذا استراتيجيز ذات هيلب ذا بيشنت وذ هارت ديزيز تو بلان ذير ميلز. اخر صفحه اخر صفحه من الكتاب 139 اللي صرحنا قبل بشويه، تسع نقاط بدك انت تكتبها وتفهمها. السؤال الرابع وات ار ذا ادفانتجز اوف فيزيكال اكتيفيتي. يا سلام في اكثر من مكان في اكثر من موضع اللي هو اهميه اللي هو الفيزيكال اكتيفيتي.
قصص طيب. تبحث عنها بتلاقيها في أكثر من مكان، أكثر من مكان بتلاقيها مثل الفيزيكال أكتيفيتي. كثير عندك مواضع، هاي صفحة 71، هاي عندك صفحة 71 في موضوع الديابيتس، صفحة 71 فيزيكال اكتيفيتي، وتحتيها ايش؟ أهمية الفيزيكال اكتيفيتي. يا الله مصعبها، فصفحة 71 ملخصة عندك، ايش بدك أكثر من هيك؟ أهمية الفيزيكال اكتيفيتي صفحة 71، وده صعب الثانية، وممكن تلاقيها في موضوع آخر الفيزيكال اكتيفيتي. طيب السؤال اللي بعده، طيب في أكثر من موضع، شوف الفيزيكال ايش اكتيفيتي. طلع على صفحة 137 regular physical activity، طلع ايش اهميتها، بدك اقراها لكم اياها 137، برضه هاي المفروض تلاقيها في 71 وفي 137 الاجابة، يا بتاخذها من 100 من 71 يا من 137، من 71 او 137 والتنتين بسده، جاوبت من 71 ماشي، ضربت من اي 137 ماشي، وافضل من 137. طلع ايش ريجولار فيزيكال اكتيفيتي صفحه 137، ريجولار فيزيكال اكتيفيتي ايش اهميتها؟ الصاله تحت ديكريز ايك اند بين، بتقلل ايش الالام والاوجاع، ديكريز بلاد بريشر اند كوليسترول، بتقلل الفيزيكال اكتيفيتي، بتقلل الضغط، بتقلل الكوليسترول، بعد ديكريز ستريس اند ديبريشن، بتقلل من التوتر والاكتئاب، اللي بعدها انكريز جود فلكسبيتي، بتحافظ وبتحسن اليونت المفصل اند بلاد سيركيليشن والدوره الدمويه، بعدها انكريز بون دنسيتي ويت بيرنج اكتيفيتي، بتحافظ على كتله العظم وصحه العظم، الاخيره انكريز بالانس زياده التوازن، التوازن بعدش اخر واحد ديلي اونست اوف كرونيك ديزيز اند انهانس سليب، بتحافظ على تاخر او تحافظ على صحه القلب والامراض المزمنه، يعني ممكن وزنك كويس بخصوص مصير ضغط، مصير سكري، مصير سمنة، هذه قليلة، لأنه هناك علاقة بين اللي هو الوزن، بين الوزن وبين بين الدوبيو اكتيفيتي بين النشاط وبين الوزن، وبين النشاط وبين مرض القلب، وبين النشاط اللي صار برض السكري، وبين النشاط اللي صار برض الضغط، وهناك علاقة بين السمنة وبين السكري والضغط والسمنة والضغط، والسمنة وأمراض القلب، والسمنة والفيزيكال اكتيفيتي، لانه اهم حاجه مشان انا اقلل من مخاطر هذه الامراض واقلل من فرصه حدوثها، انه احافظ على وزني واظل دائما ايش نشيط. طيب السؤال اللي بعده ان شاء الله يا شباب بنات، يقول وات ار ذا ادفانتجز اوف فيزيكال اكتيفيتي، صفحه 271 وصفحه 137، واريحك 137. يلا وات ار ذا نيوتريشن ريكومنديشنز تو كيب بون هيلثي، كيف بدك تحافظ على تخلي وزن اللي هو صحة العظم ايش؟ سلامة العظم وصحته، ايش التوصيات؟ ريكومنديشنز فور هيلثي بون، يا الله فين صفحة مكتوب؟ 87 صفحة قديش 87، هي عندك بدك تكتب 87 تسع نقاط، حكيناها من قبل هيك،
وشرح من قبل هي ليش في مشكلة؟ لا مشكلة في ذلك. هاي 87 يلا تأخذ كالسيوم من الحليب، تأخذ أطعمة قليلة غنية قليلة أو فقيرة بالأوكزاليت، زبادي تأخذ زبادي، بعدين تأخذ اللي هو تحافظ على المخزون من فيتامين دي من خلال اللي هو تعرض لأشعة الشمس أو تعطي المغذيات فيها فيتامين دي، تأخذ تتناول كمية وفيرة من الفواكه والخضروات، ودائما ابدأ وجبتك الغذائية بالخضروات. 4 خذ كمية كافية، مش كمية كبيرة، كمية كافية من البروتين، وخاصة من مصدر هاي النباتي. بعدين خذ الأوميجا 3 فاتي أسيدز اللي سبقوا حكينا عنها قبل بشوية، مهم للناس العاديين، مهم لصحة العظام، مهم لصحة القلب. تدي الصوديوم من تيك كل من تناول الأملاح، الصوديوم دون تسموك وتدخنش، نفس الإشي بموضوع القلب. ليمت سوفت درينكس اند كافيين انتيك، قلل من تناول السوفت درينكس والكافيين والكافيين والقهوه. جيت فيتامين اي فروم كاروتين، مش من الشيريترينولين، مش مصدر، خذ الفيتامين اي من مصدر نباتي من الجزر كاروتين. جيت ريجولار وي ويت بيرينج فيزيكال اكتيفيتي، اعمل كل يوم اللي هو رياضه، مارس الرياضه كل يوم 30 دقيقه. السؤال اللي بعد، وات منشن كوز اند ريسك اوف اوبيزيتي، هذا بدك تعرفها، ايش مخاطر السمنه، بدك تعرف ايش سبب السمنه. طيب بظهر صعب عليك، يا سلام ما صعبها، طلع على صفحه اسباب السمنه، يلا ويت مانجمنت صفحة 94 وشوف العوامل اللي عندك. هاي العوامل امامك، ما هي اسباب السمنة؟ مش هتكون صعبة صفحة 97 هاي قدامك. كوزز اوف اوبيزيتي اند اوبيزيتي، هذا هي. يا الله، جينيتك، انفيرمنتال، كالتشرال، بيهيفيرال، سوشيو ايكونوميك، سايكولوجيكال، ميتابوليك. صفحة 97 كوزز اوف اوبيزيتي اند اوبيزيتي. طيب ايش مخاطر السمنة؟ هل قصة صعبة ايش مخاطر السمنة؟ تعمل ضغط وسكري ومرض في القلب والتهابات في الأبفاصل وألم في المفاصل وحصوة مرارة، وبتعمل إحباط واكتئاب وخمول وبيزيد الكوليسترول في الدم. هذا مش عارف، أي والله الناس العاديين بيعرفوا ايش مخاطر السمنة. كوز اند ريسك اوف اوبيزيتي. ايش آخر حاجة في اللي هو الفرع رقم 6، فرع بيمس السيس فاكتورز ذات انفلونس فود تشويسز. انا قلت في المخاطر او اسباب السمنه اللي بيقولوا العناوين اللي قريتها عليك، جينيتيك انفيرمنتال كلتشر بيهيفير سوشيال ايكونوميك سايكولوجيكال ميتابوليك بس. طيب مخاطر السمنه، انكريز انسيدنس اوف هارت ديزيز، انكريز انسيدنس اوف هايبر تنشن، انكريز انسيدنس اوف دايابيتس ماليتس، انكريز انسيدنس اوف جول بلادر ستونز حصائل المرضى، انكريز انسيدنس اوف ديبريشن الاكتئاب والاحباط بسبب مشاكل نفسيه، سيدنتري لايف حياة خمول، حياة كسل، ارثرايتس اند ارثرالجيا الم في المفاصل. حاجات كثير مخاطر السمنة. السمنة بكل احيان سبب من الاسباب اللي هو بعض الاورام السرطانات، فكثير ابحث عنها، حط على النت وات ار ذا كوز اوف اوبيزيتي، بتلاقي كثير كوز اوف اوبيزيتي غير مكتوب عندك اخرى. طب التفصيل بتلاقيها. طيب السؤال الفرع بي من السؤال السادس، فاكتورز ذات انفلونس فود تشويس، ايش الاشياء العوامل اللي بتاثر على اختيارك للاصناف الغذائيه؟ ود هذه برضه مش عارفينها، هاي فاش حكينا فيها وشرحناها وقلنا ايامها بدنا بس ايش رؤوس اقلام. يا سلام، تعال يا صفحه، هاي صفحه يا شباب، صفحة 11 فود تشويسز 11 بدي روس اقلام. تقول لي هبت، تقول لي اثنك هيريتاج اور تراديشن، تكتب سوشيال انتر اكشن، افيلابيلتي كونفينينس اند ايكونومي، بوزيتيف اند نيجاتيف اسوشيشن المناسبات السعيدة والمحزنة، ايموشنال كومفورت الوضع اللي هو النفسي، فاليوز القيم، بادي ويت اند ايمج وزن الجسم وشكله،
نيوتريشن اند هيلث بينفيتس. هذا هي ايش فاكتورز ذات انفلونس فود تشويسز. خذوا العناوين صفحه 11 12 13 14. شكرا لكم والى اللقاء في المحاضره السابعه القادمه. كنت حابب انا ايش احكي المواضيع اللي ما حكيتش بيها ودشرتها. حبدا المحاضرة الجاية من عند صفحة 121. يلا 121 هذولا في بعض الأشياء حنأخذها وفي بعض الأشياء مش رايح نأخذها. خليكم معاي. المهم شرحتنا هالجيل. المهم في المنهج كله شرحته. الآن حبدا يعني محاضرة أعمل فيها هيك مراجعة أشوف بعض الأشياء اللي بدي أركز عليها في الجزء اللي دشرناه. وبعدين إن شاء الله بتمكن إنه أرجع لكم غدا المحاضرة أو محاضرتين برجع لكم اللي هو علم التغذية تحضيرا قبل الامتحان النهائي بعد إن شاء الله مرور 3 أيام العيد. إن شاء الله ببدأ إيش أحكي أعطيكم محاضرتين إن شاء الله. مش وعد لكن هحاول إنه أعطيكم محاضرتين وأسجلكم محاضرتين. تركيش يعني مراجعة بشكل سريع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.